سيد الرئيس، إن المملكة المغربية تظل ملتزمة بالتسوية السلمية للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبناء عليه يتشبث المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي حصريا، وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، الأمر الذي سيفتح آفاقا جديدة لفرص التنمية في المنطقة، حيث إن الدعم الثابت والمتزايد للعديد من الدول لسيادة المغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي يشكل رسالة واضحة للأطراف الأخرى وللأمم المتحدة، مفادها أن الوقت قد حان للتحرك نحو حل سياسي على هذا الأساس من خلال سلسلة الموائد المستديرة ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في هذا السياق كيدعم المغرب الجهود التي كيبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة السياسية بحضور المشاركين الأربع من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم على أساس روح التوافق وفقا لقرار مجلس الأمن 2703. وهنا لابد من التذكير بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها صاحب جلالة الملك محمد السادس رضي الله للأمين العام للأمم المتحدة، وهي لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر، لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن. وموازاة مع ذلك فإن واقع الصحراء المغربية المعيش يترجم دينامية تنموية بوتيرة تعد من أعلى ما تشهده المملكة المغربية، وذلك بفضل المشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، علما أن سكان المنطقة يشاركون مشاركة كاملة من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا في المجالس الإقليمية للمنطقة في جميع مراحل تنفيذ الإطار السياسي الطموح، حيث أن المشاركة النشطة لهذه الساكنة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة تنبثق من تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء.